هنتكلم على ماتش امبارح، ومره تانية مبروك فوز عريض على فريق ضعيف. يعني خلينا نحط الامور في نصابها الصحيح، ولكن خلينا نقول انه العرض وانه النتيجه مرضيه الى حد كبير في ظل فتره من فترات عدم الاستقرار، وخليني اقول كمان وعدم الرضا عن اداء الاهلي في المباريات الاخيره، واخرها طبعا مواجهه الحرس الوطني في مباراه الذهاب واللي انتهت نتيجتها بنتيجه 1-1. هو ده الوضع الطبيعي وهو ده المستوى الطبيعي اللي كان مفترض انه الاهلي يظهر بيه بدايه من المباراه الاولى. ايه اللي اتغير؟ مفيش حاجه اتغيرت كتير غير تواجد تقريبا محمد مجدي قفشه، وانك انت بتلعب على ارضك. لكن في النهايه في كتير من علامات الاستفهام، وقبل ما اطرح على حضراتكم علامات الاستفهام مهم جدا اقول انه انا بعتبر او احنا بنعتبر في السادسه هنا انه المباراه بتاعت امبارح هي نهايه فتره الولايه الاولى لموسيماني. يعني مش هنقسمها مواسم، هنقسمها انه الراجل من ساعه ما حضر لغايه لما وصلنا لتجاوز الحرس الوطني في الدور ال 32 دي مرحله مكتمله، بصرف النظر انها يمكن تضم مباريات او مواجهات في ثلاث مواسم مختلفه. ليه بقول نهايه مرحله؟ لانه ابتداء من مباراه الاسماعيلي كل الظروف وكل الاسباب اللي ادت في بعض الاوقات لتراجع مستوى النادي الاهلي او لخساره القاب وبطولات من النادي الاهلي هتنتفي بدايه من مواجهه الاسماعيلي. سمعنا طبعا ومنها التحية، يمكن هي ما كانتش ابدا شماعات، هي كانت اسباب في اوقات كثيره جدا منطقيه، واسباب في اوقات كثيره جدا قبلها جمهور النادي الاهلي وتحملها جمهور النادي الاهلي ووافق عليها جمهور النادي الاهلي. كنت بتكلم عن اجهاد، كنت بتكلم على اخفاقات بسبب عوامل خارجيه منها مثلا التحكيم او الفار، كنت بتكلم على ضغط مباريات، كنت بتكلم على عدد بطولات، كل دي كانت اسباب منطقيه جدا ادت لانه الموسم ما خرجش بالشكل اللي يتمناه جمهور النادي الاهلي. والشكل اللي يتمناه جمهور النادي الاهلي انه كان يحقق كل الالقاب، وكان في استطاعتنا ان احنا نحقق كل الالقاب، ولكن الجمهور قبل ده. هقول الجمهور الاهلي قبل بده. لكن بدايه من مباراه الاسماعيلي ووصولا لنهايه الموسم اللي جاي، اعتقد انه كل الاسباب اللي اتكلمت عليها دي، اجهاد، تلاحم مباريات، اصابات، عدد بطولات، تلاحم مواسم، كل ده مش موجود. قائمه الاهلي زي ما اتفقنا وزي ما اتكلمنا واحنا بنحضر بدايه الموسم، واللي تابعونا هنا في السادسه مع كل ضيوفنا ونجومنا وخبرائنا اللي حللوا شكل الاهلي في الموسم الجديد، قائمه الاهلي تسمح انه يكون عنده فرقتين، وبالتالي الدور هنا والكوره هنا في ملعب مصر موسيماني عشان يقدم موسم يفترض ان هو يكون الموسم الافضل ليه مع النادي الاهلي، ويمتع جمهور النادي الاهلي بالشكل اللي يليق بامكانيات الفرقه وباسم النادي الاهلي طبعا. امبارح كان في بعض التحفظات، يعني طبعا سكور عالي جدا مش عايزه خلينا ما نبصش لبعض السلبيات، ويمكن احنا هنتكلم على مباراه النهارده بالتفصيل، وبالتاكيد هنروح كمان لمباراه الاسماعيلي. لكن يعني انا فكره انك انت تستقبل هدفين في بدايه الموسم من فريق متواضع بحجم الحرس الوطني دي بالنسبه لي اشكاليه، وخصوصا مع التالق طبعا علي لطفي في مباراه امس، وتالق علي لطفي في مباراه الذهاب ده بشهاده الجمهور وباختيار الجمهور، ده مش وجهه نظري الشخصيه او مش رايي الشخصي، لكن مع تالق علي لطفي في مشاكل في دفاع النادي الاهلي. عشان توصل لفكره القوه او الصلابه الدفاعيه المطلوبه واللي تليق واللي معروفه عن النادي الاهلي على مدار تاريخه كله، وعشان توصل للشراسه الهجوميه اللي برضه معروفه عن النادي الاهلي، واعتقد انه النادي الاهلي حقق ده بشكل كبير جدا مع مستر موسيماني. ارقامنا، بطولاتنا، اهدافنا في الموسم الاخير او في الفتره الاولى، سميها فتره الولايه، خلينا نسميها فتره الولايه. فتره الولايه الاولى بتقول انه شكل الاهلي الهجومي ما فيهوش مشاكل كتير، عانينا في بعض الماتشات من اللمسه الاخيره لكن هجوميا انت فريق فعال وفريق قوي وعندك قدره على التهديد وصناعه الفرص واحراز الاهداف بشكل كبير، لكن دفاعيا علامه استفهام. النقطه الثانيه كانت مرتبطه بمصيده التسلل اللي عملها فريق الحرس الوطني واللي ما قدرش النادي الاهلي يتعامل معاها، وسقط لاعبي النادي الاهلي في عدد او في رقم قياسي من مرات التسلل على مدار المباراه، واللي لو نجحنا في التعامل معاها بشكل كبير جدا كانت النتيجه بقت اضعاف مضاعفه. والنقطه الثالثه الحقيقه اللي كانت بالنسبه لجمهور النادي الاهلي مش بالنسبه لي انا بس علامه استفهام كبيره جدا، كانت محمد محمود اللي كتير من جماهير النادي الاهلي وخصوصا بعد ما حسمت المباراه وصلنا على الاقل الدقيقه 70، كانت النتيجه تقريبا في الوقت ده 5، كانت مستنيه ظهور محمد محمود وبتسال لو محمد محمود ما خدش في مباراه زي دي في وقت زي ده
مع سكور زي ده ممكن ياخد امتى. اتمنى من الجهاز الفني انه يدي لمحمد محمود في الفتره الجايه، وبرده بقول دي مش وجهه نظري الشخصيه، دي وجهه نظر كل جماهير الاهلي او اغلب جماهير الاهلي انجاز التعبير. طيب